والدي قتل أمي ظلما وعدوانا، ولا يوجد من يطالب بالقصاص إلا أنا، ولقد عفوت عنه وأخرجته من السجن. السؤال: أنت مالك عليه قصاص؟ أنت مالك عليه قصاص؟ حتى لو ما عفوت مالك عليه قصاص؟ لا يقص لوالد، لا يقص لولد من والده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في تتمة سؤاله: هل أنا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه؟ وهل المقصود بالحديث أنه يكون قد وفاه حقه أمام الله عز وجل ولا يبقى عليه شيء؟ أنا أقول مالك عليه قصاص حتى تعفو عنه، ما جعل الله لك عليه القصاص حتى تعفو عنه، لكن عليك ببره. إذا كنت تريد الأجر والثواب فعليك ببره والإحسان إليه. نعم.